بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على السيد الأنبياء والمرسلين. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر. دلوقتي موجودين في سوق بنها بتاريخ 6/3/2023. نعرفكم على أسعار. اللهم صل على النبي. السلام عليكم علي، عامل ايه يا حاج؟ عندما عامل كام يا معلم؟ 55. ب 55,000؟ الاسعار عامله النهارده اقل ولا اغلى من السوق اللي فات؟ اغلى. ها؟ اغلى. اغلى من السوق اللي فات؟ ليه يا عم؟ الاسعار ثابته، السوق مبني على كيلو اللحم، لما كيلو اللحم يرخص البهام ترخص. اه في ركود، الزبون قليل، انما مفيش علفه غاليه وكل حاجه غاليه، كل حاجه ثابته زي ما هي. سيبك بقى من كلام الاعلام والنت والكلام الفاضي ده، وايه؟ في ركود اه بس مفيش حاجه ناقصه والله. انا شايف البهام كتير بس مفيش البهام كتير، ما الناس كتير برضه، مفيش عمل. هو بيبص على بعض. هو النهارده ايه؟ الناس كتير ليه؟ الناس كتير والبهام كتير. كل حاجه مظبوط. بس السحب مفيش سحب. لا والله في برضه بس على الهادي، على الهادي خالص. على الهادي يعني. صلى على النبي. عليه الصلاه. دلوقتي اللحم دلوقتي بيرخص كأني، والعلفة غالية وكده، الناس هتبدأ تطلع في البهام ومحدش هيشتري تاني. النبي الله يخليك، الثروة الحيوانية هتنتهي من الرخص اللي هيحصل في عقول اللحم واللي شغال، والعلفة غالية. يا ريت العلفة ترخص، لأن يبقى علفة مضاهية السعر بتاع اللحم. نتمنى ذلك. انت معاك يا حاج كده؟ انا معايا عجل اول ده جايبه ب 26,800 وبيجيب هنا 23,000. 6 كام؟ اهو اهو 6,800 بيجيب 23,000. بيجيب لك 23,000 تخسر 3,000 و800 كمان. تاجر حضرتك ولا مربي؟ اه بنتاجر وعلى الله. اه والله دي حقيقة. والله احنا بنحاول ننقل كل حاجه على الطبيعه. بس بس كده الثروه الحيوانيه تنتهي. ايه يا عم، انا اتمنى كل واحد يطلع اللي عنده برضه، ما نقدرش كل واحد يطلع اللي عنده وباع برخص، ما حدش هيشتري لا عقول تانية. يعني ربنا يستر، ربنا يستر. السوق بينزل يعني العجل هنا تجاريا وصلت طهاره نهار الاربع ب 93 في السوق، 3000 اقسم بالله 93 جنيه. يعني السعر اسعار الراجع كان ب 105. طب واللحم النهارده ماشي كام؟ اللحم برضه فيه 95 جنيه في الجاموس. اه في الجاموس والبقر 110. كلامك انت كده صادق، انا كنت عند الميزان دلوقتي. الزهر بكام؟ ها؟ انا وزن يوم الاربعاء، وزن يوم الاربعاء على 93 جاموس. اه في رد في السوق. في رد. انا شايف العاب. بص لا البهام كتير بس مفيش. اه مفيش بيع، مفيش بيع ولا شراء. طب انا معاك اهو، هو مفيش بيع ولا شراء وفي رد، في رد بس في اسعار. تاجر حضرتك منين يا غالي؟ من الشرقيه العليا. بس في رد يعني الاسعار في حاله ركود. الله يخليك. بكام؟ 13,000. قد ايه؟ انا رايت في السوق مولود فيه ده التدريب. اللهم صل على النبي. ايه يا عم ايه يا ابن البضاعه دي؟ حد بيقول لكم السلام عليكم ولا ايه؟ ايه يا عم، امال بكام حته العجل ده؟ اشتري. ها؟ اشتري. اشتري الله يرزقك. 25 ده ب 25,000 باذن الله. انت مبالغ. الله يرزقك. ازيك يا حاج؟ ايه رايك في السوق النهارده؟ الجو وحش والله. الجو وحش، مفيش عمل، مفيش سحب، مفيش. العجلين اللي معاك دول يعملوا كام النهارده في الوضع اللي احنا فيه ده؟ العجلين دمك اللي معاك دمك يعملوا كام على الوضع اللي احنا فيه ده؟ احنا فين بيتاخدوا ب 42؟ ها؟ بيتاخدوا ب 42. بيتفصلوا لك ب 42,000؟ بيتاخدوا ب 42 وانت مش راضي. يدوروا فيها. ربنا يعوض عليك. طبعا لو كنت شارف الغاله لازم تخسر، دي معروفه. طبعا. والسوق اللي بيحكمك. صح. ربنا يسترها. هذا حال السوق. ايه الصور؟
ايه رايك في الاسعار النهارده؟ ايه؟ الله يقول ياخده انا بتصور بس ده عامل كام يا حاج؟ والله 14,000 ونص الله يرزقك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته للقاء القادم.